اهلا بحضراتكم من جديد. ما زالت الاحتفاليه احتفاليه فريق 2005 المتوج ببطوله الجمهوريه ما زالت مستمره على شاشه قناه النادي الاهلي. معايا في هذه الفقره اثنين من الجهاز الفني وايضا اثنين من لاعبي فريق 2005. برحب في بدايه الامر بالدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق. مشرفنا دكتور احمد. شرف لينا يا كابتن اسامه. الف مبروك للجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره والقطاع الناشئين بالاخص يعني. ايضا بنرحب بالكابتن ابراهيم رشاد اخصائي التدليك. شرفنا كابتن ابراهيم. اهلا بك يا كابتن واحنا شرف ان احنا موجودين مع حضرتك في البرنامج. وايضا واحد من اللاعبين الواعدين الصاعدين يوسف سيد عبد الحفيظ. اهلا بحضرتك كابتن. شرفنا يوسف. اهلا بحضرتك. بتشرف يا كابتن بزوري مع حضرتك مره ثانيه. بتشرف طبعا بزوري على قناه النادي الاهلي. قول لي بس ايه القصه دي؟ ما حاولت والله مش عايز تغير القصه دي. المفروض على الناحيه الثانيه بس خلاص. ادي واحد من نجوم الفريق احمد وحيد. شرفنا يا ابو حميد. اهلا بحضرتك يا كابتن. شرف لاي حد يكون مع حضرتك على قناه الاهلي. نبتدي مع دكتور الفريق الدكتور احمد جاب الله والشغل الطبي عليه دور مهم جدا. دايما بيتم التحضير ليه في بدايه الموسم القياسات والتحليلات وكل الامور دي. الحمد لله احنا في بدايه الموسم كل بنبدا الموسم بنعمل فتره اعداد وبنطلع معسكر مع الاتفاق مع جهاز التاهيل. بنعمل اعداد بدني وبنعمل قياسات للعيبه بحيث ان احنا عندنا قريب خلال الاسبوع الجاي قياسات في اول موسم واخر الموسم. مع الاتفاق برضو مع الدكتور ايهاب علي اللي طلع الفريق الاول دكتور التغذيه كان بادئ معانا السنه اللي فاتت. بنعمل برضو نظام غذائي للعيبه سواء في رمضان او غير رمضان وفترات الماتشات قبل الماتش او بعد الماتش. فالحمد لله يعني احنا الموضوع ده مستمرين عليه بقالنا حوالي اكتر من 3 سنين يعني. حلو قوي ان دايما كافه الامكانيات متوفره للاعبين من القياسات والتحليلات ومش بتقول في بدايه الموسم لا ده في نهايه الموسم كمان علشان تعرف اللعيبه وصلت ليه. بالظبط يا كابتن. يعني هو احنا الحمد لله جهاز الطب في قطاع الناشئين يعني بالنسبه للنادي الاهلي احسن من في كل حاجه كانك فرق فيرست تيم. احنا عندنا كل حاجه تاهيل علاج قسم علاج طبيعي عندنا استشفاء عندنا ريكفري عندنا الصراحه فيها المطاعم والتغذيه للعيبه. فالحمد لله احنا عندنا كل الاجهزه المتوفره بالنسبه للجهاز الطبي. واحد ايضا من مش هقول بقى الجنود المجهوله لا ده بيشتغل وبيبذل مجهود كبير كابتن ابراهيم رشاد اخصائي التدليك. مباريات كتيره اثناء الموسم. عمليه الريكفري بقى. عمليه الريكفري لان كان في يعني وقت كبير كان في بقى في ماتشين في الاسبوع. فبنجهز اللعيبه قبل الماتش وبنضطر نجهزهم تاني بعد الماتش لموضوع الاستشفاء. فكابتن خالد الحمد لله موفر لنا الامكانيات كلها بالنسبه للمغطس والساونا وحاجات الاستشفاء كلها. فالحمد لله كانت الدنيا ماشيه كويسه واللعيبه كانوا يعني رجاله استجابه كبيره من في استجابه وكانوا رجاله وقد المسؤوليه وربنا الحمد لله كرمنا تعبنا يعني تعبنا الحمد لله جبنا نتيجه الحمد لله. الحمد لله. واحد ايضا من نجوم الفريق يوسف سيد عبد الحفيظ. عايزين نعرف برضو الجمهور يا يوسف مركزك في الملعب. انا بلعب كابتن 6 والسنه دي برضو اضاف لي حاجات كتير بقيت بلعب 8 و10 ولعبت كذا مره 11 وباك رايت. كويس. ابرز الحاجات اللي اتعلمتها من الكابتن سامي في بدايه الموسم والكابتن علاء عبده جه كمل عليها واضاف لك ليها. طبعا كل المدربين دول ابهات ليا وتعلمت من كل مدرب حاجات مختلفه. كل مدرب ضاف لي ويعني من كابتن سامر بالذات وكابتن علاء ضافوا لي حته اللامركزيه وحته استلام وتسليم وازاي اطورها ودي من اساسيات الكوره ولو يعني غلطت في دي مش باقي الكوره مش تيجي. اسم الكابتن سيد عبد الحفيظ بيحط عليك مسؤوليه؟ بس طبيعي انا في النادي الاهلي قبل الكابتن سيد عبد الحفيظ انا في النادي الاهلي برضه يعني فكده كده الضغط هيبقى عليا. في النادي الاهلي مسؤوليه. بالظبط فيبقى في ضغط. فاسم كابتن سيد يعني لو ما استحملتش الضغط انا خلاص ما ينفعش اصلا في النادي الاهلي. بقالك كام سنه يا يوسف في النادي؟ من سنه 2011 تقريبا فبتاع 12 سنه كده دلوقتي. بيديك تعليمات يعني لو شاف مباراه بترجع البيت ممكن يقول لك انت اخطات كذا ممكن تعمل كذا ولا سايبه خالص؟ لا ما انا زي ما قلت برضه قبل كده انا يعني عندي محاضره في النادي ومحاضره دايما في البيت. دايما بيديك نصايح. بخلص النادي برجع عندي محاضره ثانيه في البيت هركز فيها برضه. طيب التوفيق ان شاء الله. واحد ايضا من نجوم الفريق احمد وحيد مركزك ابو حميد. ديفندر وبس واتضاف لي السنه دي ان انا العب 8 برضه. 8 بقالك كام سنه؟ بقالي 7 سنين. قول لي بقى 2005 السنه دي ما شاء الله هيكون طموحاتك بقى وشعورك كمان يعني انت وانت عايز واحد تروح المنتخب مصر 2005 تبقى حاجه جيده للاعب كمان. هو جيل مواليد 2005 كله مليان لعيبه كويسه فلازم يتعمل لنا منتخب فحاجه كويسه للعيبه كلها ان مثلا لو حد راح من النادي الاهلي حاجه تبقى اضافه لينا تبقى حاجه كويسه بتعلينا دايما وحاجه كويسه. شفت ازاي اذاعه المباريات هنا؟
خاصه 2005 كنا احنا حريصين نزعل لهم مباريات كتير السنه دي على الهواء على قناه. انا كنت شايف عشان احنا عاملين اداء كويس السنه دي، اللي احنا مواليد 2005 دايما كنا بنفوز بره ارضنا وجوه ارضنا. ف الكباتن طبعا كابتن خالد بيبو والكباتن كلهم كانوا شايفين ان احنا لازم نزعل لنا والناس تتفرج علينا وتشوفنا احنا بنعمل ايه في الملعب وكده، فدي حاجه كويسه لنا. وده كان حقكم عشان الانجاز والشغل العظيم اللي انتم عملتوه.